السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض فرع الهندسة، الوحدة الخامسة، الهندسة التحليلية. أول درس عندنا في الهندسة بعنوان البعد بين نقطتين، هيبقى عندي نقطة ألف ونقطة ب. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتجيب البعد او طول المسافة بين نقطة ألف ونقطة ب. احنا هنفترض ان نقطة ألف هي عبارة عن الزوج المرتب سين واحد وصاد واحد، ونقطة ب الزوج المرتب سين اتنين وصاد اتنين. دول نقطتين موجودين عندك في المستوى، فيبقى طول ألف ب بيساوي، بعمل علامة جذر تربيعي كبيرة، بحط في النص زائد، وزي ما انت شايف القوس الأول سين واحد ناقص سين اتنين الكل أس اتنين، والقوس الثاني صاد واحد ناقص صاد اتنين الكل أس اتنين. يعني طول ألف في هيبقى بعمل علامة جذر تربيعي وبحط في النص علامة زائد. في الفقرة الأولانية بطرح السينات وربع، وبعد الزائد بطرح الصادات وربع، يعني جذر تربيعي الفرق السينات أس اتنين زائد فرق الصادات أس اتنين. عندك بعض الملاحظات الهامة، بعد النقطة سين وصاد عن محور الصادات هيساوي القيمة المطلقة لسين، وبعد النقطة سين وصاد عن محور السينات هيساوي القيمة المطلقة لصاد. ملحوظة رقم اتنين، عشان أثبت أن أي ثلاث نقط بتقع على استقامة واحدة، يعني أنا مثلا هديك مثال ألف نقطة ألف ونقطة ب ونقطة جيم، وأثبت لي أن الثلاث نقط دول لو وصلتهم بمسطرة الثلاثة هيقعوا على استقامة واحدة. فانا بنجيب البعد بين كل نقطتين، يعني هنجيب البعد ا ب والبعد ب ج والبعد ا ج، هنلاقي ان اكبر بعد فيهم بيساوي مجموع البعدين الاخرين. لو قدرنا نثبت كده فبالتالي يبقى الثلاث نقط تقع على استقامه واحده. ثالث حاجه عندنا، عشان نثبت ان الشكل ا ب ج ده المعين، طبعا زي ما انت عارف ان المعين الاضلاع كلها متساويه في الطول، فبالتالي هجيب البعد ا ب والبعد ب ج والبعد ج د والبعد ا د، هلاقي ان الاربع ابعاد قد بعض فبالتالي يبقى الشكل معين. وهنثبت كمان فيها ان القطرين غير متساويين، لان المعين القطرين غير متساويين، انما المربع القطران متساويان. طبعا ملحوظه برضو، مساحه المعين عشان ممكن يطلبها منك في اي مساله هي نصف في حاصل ضرب القطرين، بتجيب القطر الاول بعد والقطر الثاني بعد وتضربهم في بعض في نص. ملحوظه رقم 4، لاثبات ان الشكل ا ب ج د متوازي اضلاع، بنثبت ان ا ب يساوي ج د وب ج يساوي ا د، يعني كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. بعد كده رقم 5، عشان اثبت ان الشكل ا ب ج د المربع، اول خطوه بجيب الاربع اضلاع، فالاربع اضلاع بيطلعوا قد بعض، ا ب يساوي ب ج يساوي ج د يساوي ا د، وبعد كده كمان بزود ان القطرين لازما كمان يطلعوا قد بعض، فبجيب البعد ا ج اللي هو القطر الاول وبجيب البعد ب د اللي هو القطر الثاني، هلاقيهم قد بعض، فبالتالي كده بقى الشكل مربع. لو طلب منك مساحه المربع، مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. عشان اثبت ان الشكل ا ب ج ده المستطيل، بنجيب ألف ب يساوي جيم دال، وبنجيب ألف دال يساوي به جيم، يعني كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. وبعد كده أثبت أن القطر ألف جيم بيساوي القطر به دال، أن القطرين متساويين. طبعا لو طلب منك مساحة المستطيل أفكرك بيها بتساوي الطول في العرض. بعد كده عندك رقم 7، هيجي يطلب منك بين نوع المثلث بالنسبة لزواياه. طبعا بالنسبة للزوايا عندي ثلاث أنواع، في مثلث حاد الزوايا، مثلث قائم الزاوية، ومثلث منفرج الزوايا. فأنت هتجيب لي الثلاث أبعاد، هتجيب ألف ب وهتجيب ب ج وهتجيب ألف ج، وهربع كل واحد فيهم. بعد ما ربع، لو لقيت إن الضلع الكبير أكبر من مجموع الضلعين التانيين يبقى المثلث منفرج الزاوية. لو لقيت ان الضلع الكبير بيساوي مجموع الضلعين مربع الضلعين التانيين يبقى المثلث قائم الزاوية. لو لقيت ان مربع الضلع الكبير اقل من مجموع مربعي الضلعين الاخرين يبقى المثلث حاد الزاوية. افكرك برضو بمحيط المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، ومساحة المثلث نصف في طول القاعدة في الارتفاع. وفي قانون تاني لمساحة المثلث، نصف حاصل ضرب الضلعين المتعامدين. رقم 8، بعدا النقطة س وصاد عن نقطة الأصل، يعني أنا هديك نقطة وأقول وتقول لي البعد بينها وبين نقطة الأصل قد إيه. ف
فهو هو نفس القانون بتاع البعد، بس اتمنى دي نقطة الأصل اللي هي هتبقى الزوج المرتب صفر وصفر، فبالتالي ما بقاش في سين اتنين ولا صاد اتنين، فهتساوي الجذر التربيعي لسين أس اتنين زائد صاد أس اتنين على طول. بعد كده رقم 9، عشان أعين نوع المثلث بالنسبة للأضلاع، طبعاً أنا عندي مثلث مختلف الأضلاع، يعني الأضلاع الثلاثة مختلفة في الطول، مثلث متساوي الساقين، يعني عندي ضلعان فقط متساويان في الطول، ومثلث متساوي الأضلاع، يعني عندي الأضلاع الثلاثة متساوية في الطول. رقم 10، عشان أثبت أن النقط أ و ب و ج بتنتمي لدائرة واحدة مركزها م، يعني أنا هديك نقطة أ في الزوج المرتب كام وكام، ونقطة ب ونقطة ج، وهديك كمان المركز الزوج المرتب كام وكام. فانت هتجيب المسافه من المركز للثلاث نقط، هتجيب البعد ميم الف والبعد ميم ب والبعد ميم ج، هتلاقي ان الثلاثه قد بعض، فبالتالي يبقى كده قدرت تثبت ان النقط الف وب وج بتنتمي لدايره واحده مركزها ميم. افكرك برضو بقانون محيط الدايره، 2 باي نق، ومساحه الدايره باي نق تربيع. نخش بقى مع بعض كده على الامثله، ركز معايا شويه. مثال رقم 1، إذا كان أ الزوج المرتب 1 و 2 و ب بتساوي الزوج المرتب 4 و 6، عايز طول أ ب، طول القطع المستقيم أ ب، ده طول يبقى ده درس البعد على طول، أول ما أقول لك أوجد طول كذا أعرف إن ده درس البعد، يبقى أ ب بتساوي هطرح السينات وربع واطرح الصادات وربع، يبقى 1 ناقص 4 لكل أس 2 زائد 2 ناقص 6 لكل أس 2. في الاخر طبعا شغل آلة حاسبة تطلع بخمسة وحدة طول، يبقى انت كده جبت طول القطع المستقيمة أ ب. السؤال رقم 2، اثبت ان المثلث أ ب ج، ومديك الرؤوس بتاعته أ بواحد واحد، ب بصفر واربعة، وج بسالب واحد واحد، اثبت ان المثلث ده متساوي الساقين. عشان اثبت انه متساوي الساقين لازم اثبت ان فيه ضلعين طولهم قد بعض. فانا هجيب الثلاث اضلاع، هكتشف ان في ضلعين قد بعض، هقول له اذا المثلث متساوي الساقين زي ما انت شايف معايا كده. هو جاب ا ب بتساوي جذر التربيعي وطرح السينات وربع وطرح الصادات وربع، طلع بجذر 10 وحده طول. جاب ب ج نفس الكلام، طلعت بجذر 10 وحده طول، وجاب ا ج نفس الكلام، طلعت ب2 وحده طول. اكتشفت ان ا ب بتساوي ب ج، فبالتالي المثلث بقى متساوي الساقين. هنتنقل بعد كده مثال رقم 3، إذا كان أ ب 3 و 2 و ب الزوج المرتب سالب 4 و 1 و ج الزوج المرتب 2 و سالب 1، اثبت أن المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ج، ثم أوجد مساحته. عشان تثبت أن المثلث قائم بتجيب أ ب بتساوي الجذر التربيعي وتطرح السينات وتربع وتطرح الصادات وتربع، تديك 5 جذر 2. بعد كده هتقوم مربحها، هتجيب أ ب أس 2، يعني 5 جذر 2 لكل أس 2 هتطلع ب 50. نفس الكلام هنعمله ب ج، هتطلع ب 2 جذر 10، و أ ج هتطلع بجذر 10. هتربع ب ج يبقى نجيب ب ج أس 2 طلعت ب 40، و أ ج أس 2 طلعت ب 10. بعد التربيع أنت عندك أ ب أس 2 ب 50، وعندك ب ج أس 2 ب 40، وعندك أ ج أس 2 ب 10. مين الضلع الكبير؟ اللي هو أ ب أس 2 ب 50. اكتشفت إن ال 50 بتساوي ال 40 زائد ال 10. فبما إن كده أ ب أس 2 تساوي ب ج أس 2 زائد أ ج أس 2، إذا المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ج. عايز منك تاني مساحة المثلث. مساحة المثلث بتساوي نص في أ ج في ب ج. هتساوي نص، و أ ج أنت جايبها فوق، اطلع معايا فوق كده، أيوه، بجذر 10، و ب ج جايبها فوقها ب 2 جذر 10، هتضربهم مع بعض يديك 10 وحدة مربعة، لأن دي مساحة فلازم نقول وحدة مربعة. السؤال الرابع بعد كده، اثبت أن النقط أ 3 وسالب 1 و ب بسالب 4 و 6 و ج ب 2 وسالب 2 بتقع على دائرة واحدة، ومديك المركز أهو ميم بسالب واحد واثنين، وبعد ما تخلص الكلام دوت اوجد محيط الدايرة. زي ما شرحنا في الاول خالص، قلنا عشان نثبت ان النقط تقع على دائرة واحدة بنجيب المسافة من المركز لكل نقطة، يعني هنجيب ميم الف وهنجيب ميم ب وهنجيب ميم ج. ميم الف هتساوي الجذر التربيعي هطرح السينات وربع واطرح الصادات وربع، هتساوي 5. ميم ب هتساوي زي ما انت شايف برضو الجذر التربيعي، طلعت برضو بخمسة. وميم جيم
لحسن الحظ برضو طلعت بخمسة. الله، ده التلاتة قد بعض. يبقى كده ما دام التلاتة قد بعض، يعني ميم ألف بتساوي ميم ب بتساوي ميم ج، يبقى كده ما دام المسافة واحدة من المركز للتلات نقط، يبقى أكيد التلات نقط دول واقعين على دايرة واحدة. تمام، يبقى إذن النقط ألف وب وج تقع على دائرة واحدة مركزها ميم. طالب منك كمان محيط الدائرة، هتقول له إن محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق. الاتنين هننزلها، الباي هننزلها، والنق اللي هو نصف القطر اللي انت لسه جايبه بخمسة، يبقى الناتج هيطلع بعشرة باي وحدة طول. نتنقل بعد كده السؤال الخامس. ألف به جيم دال شكل رباعي فيه ألف زوج المرتب خمسة وتلاتة، به الزوج المرتب ستة وسالب اتنين، جيم الزوج المرتب واحد وسالب واحد، وأخيرا دال بالزوج المرتب صفر وأربعة. عايز أثبت إن الشكل ألف به جيم دال معين، وبعد ما تثبت كده أوجد مساحته. أيوة، نرسم شكل كده ألف به جيم دال معين. والله عشان أثبت إن ألف به جيم دال معين بجيب الأربع أضلاع، فلازم أن الأربع أضلاع يطلعوا قد بعض، وبعد كده أجيب القطرين، هلاقي إن القطرين مش قد بعض، كده يبقى الشكل معين. زي ما انت شايف جاب ألف في بتساوي الجذر التربيعي 5 ناقص 6 الكل أس 2 زائد 3 ناقص ناقص 2 الكل أس 2 تطلع بجذر 26. ب ج بتساوي الجذر التربيعي طرح السينات وربع 6 ناقص 1 الكل أس 2 زائد سالب 2 ناقص ناقص 1 الكل أس 2 تطلع بجذر برضو 26 وحدة طول. ج د ده الضلع الثالث، الجذر التربيعي اطرح السينات يبقى 1 ناقص 0 لكل اس 2 زائد سالب 1 ناقص 4 لكل اس 2 تطلع برضو بجذر 26 وحده طول. اخر حاجه ا د بتساوي الجذر التربيعي 5 ناقص 0 لكل اس 2 زائد 3 ناقص 4 لكل اس 2 برضو ادتني جذر 26 وحده طول. كده مدام ألف ب بتساوي ب ج بتساوي ج د بتساوي ألف د، يبقى كده الشكل مع حضرتك ايه؟ معين. المطلوب التاني عايز مساحة المعين. مساحة المعين بتساوي نصف في حاصل ضرب القطرين، فلازم أنا أجيب القطرين، يبقى أنا هجيب المسافة ألف ج وهجيب البعد ب د. ألف ج هيساوي الجذر التربيعي لخمسة ناقص واحد الكل أس 2 زائد 3 ناقص ناقص واحد الكل أس 2 تساوي 4 جذر 2 وحدة طول. ب د هتساوي الجذر التربيعي ل 6 ناقص 0 الكل أس 2 زائد سالب 2 ناقص 4 الكل أس 2 هتساوي 6 جذر 2 وحدة طول. أكتب القانون، مساحة المعين بتساوي نصف في أ ج في ب د هتساوي نصف في 4 جذر 2 في 6 جذر 2 هتديني 24 وحدة مربعة. مديك سؤالين كده عشان تفكر فيهم لحد ما قابلك إن شاء الله الحلقة القادمة. فكر، أول حاجة عايزك تثبت إن النقط ألف وب وجيم بتقع على استقامة واحدة. ها، قلناها في أول مثال فوق، إزاي النقط ألف وب وجيم تقع على استقامة واحدة. السؤال الثاني عايز أثبت إن النقط أ وب وج ودال هي رؤوس لمستطيل. أيوه، خواص المستطيل، أيوه، كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول، يبقى أنت هتجيب كل ضلعين قصاد بعض هيطلعوا قد بعض، وهتجيب كمان القطران متساويان في الطول، هتجيب القطر أ ج وهتجيب القطر ب د برضه هتلاقيهم قد بعض. فلما تثبت ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول وتجيب كمان القطرين ويطلعوا متساويين في الطول، كده حضرتك ثبتت ان الشكل مستطيل. ثم احسب مساحته. طبعا مساحة المستطيل قلت لك في اول الشرح، مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يعني هتساوي ا ب في ب ج. يا رب نكون استفدنا النهارده مع بعض. ان شاء الله هنحاول الحصة الجاية نكمل بقية فرع الهندسة إن شاء الله بالتوفيق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.